الله إليكم شيخنا، من الأسئلة التي وردتنا من المشاركين اللقاء الماضي، هل يلزم دفع الفدية في نفس بلد الإقامة أم لا بأس بإرسالها إلى الخارج؟ وهل بالإمكان أن تدفع الفدية مرة واحدة؟ الحمد لله، الأصل في الفداء والكفارات أنها تدفع في بلد المكلف، هذا الأصل، إلا ما يتعلق ببعض محظورات الإحرام، بعض وليس كل، كما جاء النص عنها يتراق في مكة. فبالنسبة للفدية في مسألة الصيام في نفس البلد، لأن عندنا قاعدة في مسائل الكفارات والفدية والزكوات والصدقات أنها في البلد. ولذلك كما في حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. هذه القاعدة العامة. فإذا اغتنى أهل البلد أو مثلا ما عرف سبيل وطريق إلى الفقراء والمساكين ممكن ينقلها خارج البلد. الآن الحمد لله الجمعيات تتولى هذا، يعني الجمعيات لها دور كبير حقيقة في إيصال الزكوات والصدقات والكفارات أيضا. هذه نعمة من نعم الله، يسرت على الناس يعني ما كان عسيرا عليها.